عيد وام عيد هينتقموا من زياد والنونة ضاده علشان كانوا بيحدفوهم بالطوب. بقولك ايه ياما، الواد زياد اهوت، خد ياد يا ابن اللذين، خد يا حرام الكلب، مش ده ياما اللي كان بيحدفنا بالطوب ياما؟ ياما لو نمسكه دلوقتي ياما، هعمل منه بطاطس، بطاطس محمره ومشمره ومخضره ومزفره ومبربره. بس يجي، بس ياجي ياما ياجي يا اخويا. اصبر دلوقتي، ايمن يجي ويجيبهن ونمسكه نعضه من ودانه. ده قال بس يجي اهو اهو. ضاده ضاده جاي يا عيد، يالا الواد ضاده جاي اهو. ايوه ياما اهو، تعال لنا يا ضاده يا ابن اللذينه، تعال لنا وتعيط. ده بيعيط ياما. يا ابني ما لازم يعيط يا ابني، واحنا يا حدي ولا ايه؟ عيطي يا فتى عيطي، ايه بتعيط دلوقتي؟ كنت عامل لي بس مع رجاله في بعض من شويه جابر يا عيد. ولابد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم، احمر على كل مظلوم واسود على كل ظالم. تعال لي هرب هرب ياما، الواد طلع يجري ياما، خد يالا يا حرام يا طب. برضه بتقول يا دي عيد، خد يا ضاد، خد امسك امسك، خد جري خد خد.